مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في قراءتكم برج العذراء طاقتك جدا جميلة. عندنا هني في الناحية العملية، شوف أنت طالع إما طاقة الماضي أو طاقة الحاضر، إنه راح يكون في حسد، راح يكون في حقد، مو سحر كثر ما هو حسد. حسد يدفع أشخاص إنه يؤذونك في الناحية العملية، من ناحية أموالك، وظيفتك، طموحك، حتى في الجامعة، في المدرسة. هني في أشخاص يريدون أن يؤذونك. الرغبة الوحيدة اللي عندهم أن يأخذون الشيء اللي بيدك أنت. يمكن يضايقونك في العمل، هني يضايقونك في العمل عشان يدفعونك أن أنت تستقيل ويعطون الوظيفة إلى شخص مقرب منهم. لأن هني عندنا مجموعة، عندنا عقلية الجانج أو عقلية الحزب، متحزبين عندنا هني. ولكن ما عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قاعد أشوف إنه راح يعوضك بشيء أفضل بكثير. ما راح تخسر. عندنا هني لحظة البرج هي لحظة اللي راح تخسر، تفقد فقد كذي مفاجئ، أو تضطر تنسحب انسحاب مفاجئ من شيء كان نوعا ما. البيت، البرج، هو نوعا ما مسكن، نوعا ما استقرار، نوعا ما يمكن حتى شيء ملكك، من حقك. ما راح تخسره إلا أصلا أوريدي، إلا أوريدي أنت مكتوب لك نصيب ورزق أفضل في مكان آخر. كل هاي الكروت الإيجابية هني بتبين لي إن من الذكاء ومن الحكمة إنه قبل ما تخسر هذا البيت، قبل ما تخسر هذه الأموال أو هذه الفرصة، زين، قبل ما يضغطون عليك هذين الأشخاص، النصيحة أنت تبتدي تنظر إلى خياراتك. لأن هذا الكرت دائما رقم الثلاثة يتكلم عن الخيارات. عندك راح تكون خيارات أفضل، ولكن مع شركات أخرى، مع زبائن مختلفين، مع طريقة عمل جدا مختلفة. لكن أنت محتاج تنظر إلى الجانب الآخر. ثلاثة مقابلها ثلاثة، معناته راح يأخذون منك شيء، يغلقون عليك باب، ولكن في المقابل راح ينفتح لك باب، وباب إيجابي، وباب الزين في هذا الباب، الفرصة القادمة في طريقك، العمل. أشوفه رزق جدا جدا في خير، ورزق جدا حلال. الإيجابي في هذا الشيء، الفرصة القادمة، إن ما فيها أشخاص بهاي العقلية، بهاي النوعية، ما فيها أشخاص مؤذين، وما فيها أيضا المحسوبيات، الواسطات، الأحزاب، أوكي، إن في أحد يقدر يضايق أحد أبدا. لأن هذا المكان اللي راح تروحه مكان جدا بعيد. بعد أشوف هنا أيضا طاقة احتمال إنك تحصل على عمل في دولة أخرى، عقد أفضل، أو تستطيع إنك في الفترة القادمة تهاجر، تذهب إلى شركة أخرى، شركة أجنبية، عقود العمل فيها أفضل، ظروف العمل فيها جدا أفضل. محتاج تاخذ هاي النقلة، فيها انتقال. على أبسط وعلى أدنى تقدير، هذه الفرصة راح تطلب منك إن أنت تنتقل إلى مدينة أخرى، إذا ما كان إلى دولة أخرى. ولكن ديفينتلي، بتأكيد، إن أنت مقبل على تغيير كبير، نقلة في وظيفتك، في جامعتك، في مكان التدريب، أوكي، في مكان الوظيفة، في نقلة، في انتقال. ظاهرة يمكن أنت مستاء منه، عندك خوف من الانتقال، عندك خوف من الشيء الغير معروف. يعني إذا انهدم البرج، أنت انهدم عندنا هذا المسكن، البيت، الاستقرار، الأساس، وين راح نروح؟ الله سبحانه وتعالى راح يفتح لك باب ثاني. القبول فيه جدا سريع. إذا محتاج على الأقل أنت تقدم طلبك، ترفع طلبك إلى أحد. لان من يشوفون طلبك هذين الاشخاص، احسهم راح يكونون جدا مبهورين بابداعك برج العذراء، بقدراتك، زين، وايضا بخبرتك في العمل. خبرتك في العمل راح جدا تشجعهم ان يوافقون عليك بشكل جدا سريع، ويعطونك عرض افضل بكثير، حتى من ناحية الامكانات المادية، عرض افضل بكثير من عرضك القديم. نعم، في اشخاص راح يأذونك، ولكن مقابل هاي الأذية، سبحان الله، راح ينفتح لك باب أكبر وأفضل من الباب اللي أنت فيه حاليا. هذا من الناحية العملية. خلينا نشوف جانب الحب. في القراءة العاطفية يا برج العذراء، شريككم راح يمر بفترة خسارة، وخسارة كبيرة في حياته. احتمال أنه يخسر شخص جدا عزيز عليه، أو يخسر مثلا وظيفته،
يخسر زواج حتى. في شيء عندكم في حياة شريككم راح ينتهي غصبا عنه، ممكن وفاة أحد الوالدين ما أعلم بالضبط، ممكن راح يضطر مثلا إنه يرجع للعمل، كان يعمل في مكان بعيد عنك، لأن هني في شيء يخص المسافة كانت بعيدة بينكم، ولكن بسبب الخسارة اللي راح يمر فيها راح يضطر إنه يرجع ويعمل في مكان قريب منك. هذا الرجوع راح يسبب ان علاقتكم جدا تتوطد، عندنا هنا تتوطد بمعناته ان تصير جدا قريبين من بعض، عندنا الكوبين، شخص جدا هذا الشريك كان جدا بعيد عنك ولاهي عنك، قلبه معاك ولكن عقله في مكان ثاني. احس دائما كان شريككم عقله اما في الاستمتاع او عقله في نفسه، دائما يفكر في نفسه وما يهمه، ما يهمه ظروفك انت الماديه، ما يهمه انت شنو محتاج. بالفتره القادمه راح تشوف تغيير جدا ايجابي فيه هو، بسبب كانما الله راح يضربه بشيء، الله راح يحطه بظروف معينه يخليه يتذكرك انت ويخلي علاقتكم تقرب اكثر من السابق. انسحاب اشياء، اشخاص، احتمال حتى الاشخاص اللي سبب في ابتعادكم عن بعض، سبب في انه يكون هو بعيد عنك او متخوف منك في السابق، زين هذين لسبب ما راح يبتعدون، يمكن يتوفون، يمكن يصير في بينهم وبين الشريك ابتعاد، فهني بصير في مساحة تستطيع انت والشريك تستغلونها. واشوفه هو نعم فعلا راح يستغلها، لانه بشكل مفاجئ كان مبتعد وصير قريب مرة واحدة، بشكل مفاجئ تشوفه مثلا على غير عادته يتصل فيك كل يوم، في السابق كان مثلا يتصل في الشهر مرة، كل بين كم يوم مرة، عندنا شخص يصير يتصل فيك على طول، يسأل عنك على طول. نعم راح يخسر، ولكن خسارته راح تقربكم من بعض في الفترة القادمة. خلينا نشوف الحين طاقة المنفصلين وشنو الأبراج اللي على الأغلب راح يصير في بينكم وبينهم رجوع يا برج العذراء. خلينا نشوف هنا الأبراج الهوائية، لا على الأغلب لا، ما عدا الجوزاء. الأبراج المائية نعم، عكس البرج اللي سويته قبلكم. شوفوا برج العذراء، حطوا بالكم على نقطة، البرج اللي سبقكم وهو برج الأسد كانت طاقته خلال شهر فبراير أبدا ما تمشي مع طاقة الأبراج المائية اللي هي حوت وعقرب وسرطان. انتوا العكس، انتوا اللي راح احتمال اكثر لما يكون شريككم من برج مائي سرطان حوت عقرب، انه راح يكون جدا جاد، جدا مستعد للرجوع، جدا مستعد انه يقدم لك حتى تنازلات عشان انت تقبل فيه في الرجوع. زين لحد الان يسأل عنك، يسأل اذا انت ارتبط ولا لا. اتوقع ما ادري اللي قبلكم كان برج الاسد او برج السرطان، بس الابراج اللي سبقتكم كانت معاها الأبراج المائية ما تمشي طاقة الماء خلال شهر فبراير. خلنا نشوف أيضا، هذا أيضا كارت برج العقرب. العقرب شوفوا خلال أغلب قراءات شهر فبراير برج العقرب راح يكون جدا جدا جاد وراغب في الرجوع. احتمال أن أوضاع المعيشية تحسنت فصار يستطيع انزين، وايضا في خساره، في شيء راح يقل عند الشريك. شوفوا حتى لو في القراءه العاطفيه العامه، في شيء راح يفقد الشريك في الفتره القادمه لسبب من الاسباب، مو من نفسه، ولكن راح يفقد شيء ويؤدي به المطاف الى انه يتقرب منكم زياده، يصير منتبه لكم زياده. هذا الكارت يشجعكم ان تطلبون منه اذا تحتاجون منه شيء معين، في بالكم شيء معين مثل الزواج، الارتباط، العفش، المهر. هذا الكرت يشجعكم ان انتم تتحدثون في الفترة القادمة مع الشريك في المواضيع الصعبة اللي فيها الاشياء المادية، اللي فيها الاشياء الجادة بخصوص الزواج مثلا. زين شيء بخصوص مثلا ان حتى يحول لك جزء من 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 املاكه، او يكتب شيء من العقارات باسمك، هذا الطاقة تشجعك على هالشيء. عندنا هنا ميزان ودلو، الميزان والدلو والثور راح يكونون على الأغلب يحاولون الرجوع لكم
مستعدين. هذا السيف الأول يقول لكم لو ما يحاولون ولكن على الأقل مستعدين للرجوع في الفترة القادمة. عندنا أشخاص هني في الفترة السابقة جهزوا أمورهم، أمورهم صار فيها تطور وتحسن وحصلوا أيضا على حرية أكبر، فاحتمال أكثر أن يصير في رجوع في الفترة القادمة. نشوف الحين النصيحة لكم يا برج العذراء، نشوف مع بعض نصيحة لشهر فبراير. Thinker. أي عروض تأتي في طريقك في الفترة القادمة، سواء عروض عمل، سواء عروض زواج، أو حتى عروض رجوع وحب، محتاج أن تتأنى فيها. لا يحس الشخص المقابل لك أن أنت ميت عليه، أو أن أنت تنتظر الفرصة بفارغ الصبر. هذا الكرت يطلب منك التأني. وبرج العقرب لا تنسى من طبيعته لا يحب الأشياء المتوفرة، يحب الأشياء الحصرية، وهذا هو طاقة. قلت لكم أغلب الاحتمال هو البرج اللي راح يكون يريد الرجوع خلال شهر فبراير. باي ذا بوك هو نفس الطاقة اللي خبرتكم عنها هني. عندكم شخص أثناء فترة انفصالكم ظروفه تحسنت وصار يملك أشياء أكثر وصار يملك حرية أكثر، فإذا راح ترجعون تأنوا بالإضافة إلى التأني. هذا الكرت يطلب منكم أن تكتبون شيء. لما أشوف السيف الأول مع باي ذا بوك هني يقول لي أن لازم تكتبون أشياء، تكتبون شروط، تكتبون ضمانات، تأخذون ضمانات، حتى لو كان عمل جديد وعمل ظروفه جدا ممتازة. دققوا في العقد، دققوا في الشروط، دققوا في الضمانات زين اللي يعطيكم إياه العقد، وأي شيء غير موافقين عنه تناقشوا فيه، تكلموا فيه، افتحوا الموضوع. نشوف النصيحة الأخيرة هني. أحس برج العذراء راح تسألوني من هم هؤلاء الأشخاص اللي يحاولون أذيتنا أو أخذ مكاننا أو أخذ رزق العيش مالنا. أشخاص ليسوا غرباء عنكم، احتمال منافسين لكم. ولكن أيضا في تحذير حين أتاني يا برج العذراء، لأن سمعتكم وأنتوا تقولون لي من هم الأشخاص، لي في تحذير لا تستثمرون الكثير من الوقت. لما أقول وقت أشوف هنا العجلة، لا تستثمرون الكثير من الوقت والطاقة أن تضعون رأسكم برأس هؤلاء الأشخاص اللي يحاولون يأذونكم بسرعة. هذا الكارت يطلب منكم بسرعة أن تمضون قدما، بسرعة تجدون لنفسكم عرض آخر، مكان آخر، طريقة أخرى لتحصلون على أموال أو زبائن. عشان هني أن تضع رأسك برأس الأعداء ليست من مصلحتك في الفترة القادمة. All that glitter. عندنا هني كارت يمثل نوعا ما الزيف اللي صاير حولك يا برج العذراء. في الكثير من الأشخاص للأمانة أشوف هاي الطاقة تمشي أكثر مع الحياة العاطفية. الكثير من الأشخاص اللي يدعون أنهم يدعون لك بالخفاء، أنهم يتمنون أو هم مثلا فاعلين خير وساطة خير بينك وبين الشريك عشان يحاولون أن يرجعونكم إلى بعض، يدعون أنهم يتكلمون مع الشريك عشان يحاولون أن يرجعون بينكم العلاقة. أحس أن أغلبهم في الفترة القادمة راح تكتشف أنت زيفهم، كذبهم، خداعهم. لأن هني اللي قاعدة أشوفه، لا تنسى أن رجوع الشريك قاعدة تأتي معاه طاقة أنه هو خسر، وخسر كثيرا، خسر أموال، خسر سنين من عمره، خسر أحد الوالدين، خسر سمعته، صارت عنده خسارة لذلك رجع مو بسبب دعائهم. ففي شيء هني كذب قاعد يصير، في ادعاء باطل في الفترة القادمة، وانت محتاج انك تكتشفه. لأن هاي الجليتر ليس ذهب، مجرد لمعة، مجرد بريق على الفاضي، ليس حقيقة. أوكي؟ فكأنما لا تحس ان انت مدين بالولاء لأي اشخاص يدعي انه هو كان سبب. في اللحظة اللي تعلن فيها قدومك
او رجوع العلاقه، رجوع الارتباط بينك وبين الشريك في هذا الكارت، بتشوف ان هني على طول يظهرون كثير من الاشخاص من العدم يحاولون يقولون والله احنا كنا سبب، احنا الاسبوع الماضي تكلمنا مع شريكك ولذلك صار كذا كذا. ابدا ابدا، كانما هني انت محتاج ان تعطيهم ظهرك وتكون مستقل، مستقل في شروطك، مستقل في تفكيرك، مستقل بما معنى ان ما تخلي كلامهم يؤثر على ردة فعلك تجاه الشريك.